حضرتك شايفه ازاي من وجهه نظر حضرتك، ايه شايفه ايه الرسائل اللي عايزه تاكد عليها الشركه النهارده بان هي تجهز هذه الشحنات ويتم ارسالها لاهالينا في قطاع غزه؟ اي حد بيدعم اخواتنا في غزه في الموقف اللي النهارده هو موقف انساني، موقف وطني، وبالدرجه الاولى حضرتك عارف معنى القضيه الفلسطينيه بالنسبه للمصريين وبالنسبه للاعلام المصري لما يبعت رساله زي دي بشكل واضح، فده دعم للقضيه ودعم لاخواتنا في فلسطين.